كيف تعلمين طفلك مهارة المشاركة؟ يوجد بعض الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الأم مع طفلها في وقت مبكر لإكسابه بعض المهارات الأساسية مثل مهارة المشاركة مع الآخرين، فكيف تستطيع تنميتها؟ تخطئ بعض الأمهات عندما تعتقد أن تعليم الطفل بعض المهارات لا يبدأ سوى بعد مرور عام من عمره، ولكن في الحقيقة تستطيع الأم أن تعطي ابنها الكثير من الدروس قبل ذلك. إن قدرة الطفل على الفهم والإدراك تكون كبيرة خلال أول عامين من عمره، فتستطيع الأم أن تجعله أفضل بكثير إذ بدأت في وقت مبكر. ومن ضمن المهارات الهامة التي يمكن تعليمها للطفل في سن مبكر هي مهارة المشاركة. للمزيد من التفاصيل تابع الفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كيفية تعليم الطفل المشاركة؟ يقتنع بعض الأطفال بأن كل العالم صنع من أجلهم وكل ما أمامهم هو ملكهم، وهذا الأمر من المشاكل الكبيرة التي تسبب المعاناة للكثير من الأمهات. ولكن بمساعدة الأم يمكن أن تدرك الطفل مفهوم المشاركة في سن صغير. لذا إليك طرق لتعليم الطفل مهارة المشاركة خلال السنوات الأولى من حياته. أولا، اللعب مع الطفل. عندما تجلس الأم للعب مع طفلها فإن هذا يساعد بشكل كبير في توسيع إدراك وتعزيز مفهوم المشاركة لديه، فيتعلم الكثير من القواعد والأدوار المهمة، حيث أن ملاحظته لانطباعات الأم يمكن أن تؤثر فيه، فيعرف أنها تغضب إذا أخذ اللعبة منها وتسعد عندما يعطيها لها، وأنها هي الأخرى تعطيه اللعبة عندما يريدها. فاللعب مع الطفل لا يكون لمجرد قضاء وقت ممتع معه، ولكن لإكسابه العديد من المهارات وتعويده على طرق التفاعل الصحيحة مع الآخرين. وأثناء اللعب مع الطفل يجب أن تقوم الأم بأخذ اللعبة لوقت ثم إعطائها له مرة أخرى ليرى أنه لا يمكن أن تبقى اللعبة معه دائما، بالإضافة لترديدها الكلمات الموضحة للفكرة مثل حان دوري وجاء دورك. ثانيا، تشجيع الطفل على مساعدة الآخرين. إن الأم التي تقلل من احتكاك الطفل بغيره أو محاولته مساعدة الآخرين هي التي تقوم بإيقاف مفهوم المشاركة لديه، لأن مهارة المشاركة لا تقتصر فقط على الألعاب بل تشمل التصرفات المعنوية أيضا. لذا يجب على الأم تشجيع صغيرها على القيام بمساعدة الآخرين ومحاولة إسعادهم كيفما يشاء هو. يمكن أن تقدم له بعض الاقتراحات كأن تعطيه قطعة حلوى وتطلبي منه أن يعطيها لغيره من الأطفال. يجب دعم هذه الفكرة بالكلام مع الطفل الذي يستطيع أن يفهم ذلك جيدا، كأن تقوم الأم بالثناء عليه عندما يقوم بإعطاء لعبته لطفل آخر بعد أن ينتهي من اللعب بها قليلا. ثالثا، عدم ظلم الطفل أو غيره. يجب أن تحقق العدل دوما بين طفلك والآخرين ليتعلم مفهوم التشارك، فلا يتميزي طفلك عن غيره لأنه ابنك، إذ أنك بهذه الطريقة تعلميه سلوك غير صحيح. بالطبع يجب أن يشعر طفلك بأن له الأولوية، ولكن لا تزيدي من هذا حتى لا يصبح الطفل أناني، بل يجب أن تخبريه أن من حق الطفل الآخر أن يلعب مثلك، وخاصة في ألعاب الأماكن العامة التي لا يملكها أحد منهما. في المقابل تقوم بعض الأمهات بإنصاب أطفال صديقاتها أو أقاربها لإرضائهن، وهذا أيضا من الأمور الخاطئة، لأنك تجعلين طفلك يشعر بالظلم مما يزيد من تمسكه بعدم مشاركة الآخرين. رابعا، احترام ملكية الطفل لأشيائه. فمن الطبيعي أن يشعر الطفل بملكيته لألعابه الخاصة وأنه غير مسموح لأحد بأخذها منه قهرا، ولكن يمكن استئذانه بهدوء في أن يلعب بها شخص آخر لوقت محدد مع التأكيد على عدم إرغامه على ذلك. إذا غضب الطفل وقتها فلا تقابلي هذا بعصبية، بل تحدثي معه بهدوء وحاولي إقناعه مع بقاء الابتسامة على وجهه لينبع قرار المشاركة منه وليس منك، لأنك تريدين تعليمه مهارة المشاركة وليس إرغامه عليها دون رضاه. لكي لا تطيلي مدة بقاء اللعبة مع غيره أعيديها له سريعا حتى يطمئن أنها عادت إليه مرة أخرى، وهنا يجب أن تنتبهي حتى لا يعتاد الطفل على إعطاء كافة أغراضه للأشخاص من حوله ولا يهتم بالحفاظ على ألعابه وأدواته، فيجب أن تعلميه استعادتها مرة أخرى بعد إعطائها لأي أحد. خامسا، جعل الأم نفسها نموذجا يحتذى به. فالمشاركة سلوك يمكن أن يكسبه الطفل عندما يرى من حوله، وعندما يراك الطفل وأن تساعدين صديقاتك وتعيرين بعض أغراضك فسوف يفعل مثلك ويقتدي بك. ولا يمكن أن تطلبي من طفلك مشاركة الآخرين وهو لا يجدك تفعلين هذا، فالأم هي المجتمع الصغير بالنسبة للطفل،
ويمكنها أن تعلمه الكثير من السلوكيات بمجرد القيام بها دون التحدث. وبالرغم من أن الطفل في السنوات الأولى من عمره لا يتحدث كثيرا، ولكنه قوي الملاحظة ويتابع والدته أينما ذهبت وكيفما تصرفت. سادسا، تعليم الطفل مفهوم الانتظار. من الأمور الهامة التي يجب أن تعلميها للطفل هو الانتظار للحصول على الأشياء. فمثلا إذا أراد لعبة في يد أحد الأطفال، فيمكن أن تعطيه لعبة أخرى حتى ينتهي الطفل الآخر من استخدام اللعبة. وإذا بكى الطفل وتشبث بأخذ هذه اللعبة فلا تعاقبيه أو تتعاملي معه بعنف. كوني صبورة حتى يتعلم الطفل هذا السلوك خطوة بخطوة.